السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأشياء التي تعيب العمل هي عدم التنسيق وعدم الانتهاء من أعمال قبل الياسة، كأعمال الكهرباء والسباكة. فبعد أن تتم أعمال الياسة بشكل جيد، يقوم الكهربائي أو السباك بحفر هذه الأماكن، وهذا الشيء مكرر كثيرا في فلل كثيرة نلاحظه، وهذا 100% غلط، يضعف الياسة في مكان هذه المواسير. وكما تلاحظون أيضا هنا، بعد أن تم أعمال الياسة تم تحفير أعمال السباكة، وهذا غلط. معالجته أن يتم تعبئة هذه المواسير بالكامل بالخلطة وتركيب شبك 20 سنتي من الطرفين ولياسته من أول جديد، وتثبيت الشبك بشكل جيد وتثبيته بشكل جيد واللياسة بعدها. نساوي اللياسة أيضا على المليس أن يقوم بتلبية العلب الكهرباء. كما تلاحظون هذا المنظر غير مقبول وغير جيد. أيضا من مساوي أعمال الكهرباء، يجب أن تكون العلبة مع اللياسة، يجب أن تكون العلبة مع اللياسة وليست غاطسة بقلب الجدار، وهذا أيضا مشكلة، ولكن يتم حله بإيجاد مسمار طويل، ولكن لسنا مضطرين أن نركب مسمار طويل من أجل هذه العلبة. فعلى الكهربائي أن يقوم بتركيب العلب مع مستوى اللياسة أو مع مستوى السيراميك. من مساوي أيضا المال اللياسة هي تفتت أو انحفار أو انحكاك اللياسة بشكل كبير، وهذا غير مقبول، كما هو كان بالفيديو السابق الذي عرضناه تفتت اللياسة، وذلك بسبب عدم التزام بالإسمنت الكافي المناسب، وأيضا بسبب عدم معالجة أو رش اللياسة لمدة 7 أيام، من 3 أيام إلى 7 أيام، مرة صباحا ومرة ليلا بالمياه بشكل جيد. طبعا من المساوئ الأخرى لأعمال اللياسة هي الطبطبة التي فيها صوت أو فراغ ما بين الجدار والإسمنت. هنا الصوت مثلا، هذا الصوت جيد جدا. هذا هنا معنا، هنا في طبطبة، في فراغ يجب أن يتم تكسيره وإصلاحه من جديد. انت مالك عامله طرطشه؟ ما في طرطشه؟